ومش بسيط. لأن هاي هاي مش سهلة. نحن كنا من فكرنا سهلة. أوكي. مجموعة خالية. أوكي. شو العناصر اللي تلتمي هاي المجموعة؟ هذا تعرف مجموعة. شو العناصر شو اسمك أنت؟ دارا. ليش أنا سألتيني؟ عشان إنك تحكي مع طب شو هاي؟ شو العناصر اللي تلتمي هاي؟ شو اسمه؟ شو عارفني؟ ها؟ واحد. صح؟ ايش هم؟ اثنين وواحد. صح؟ غلط. اثنين هي اكس اقل من اثنين. اكبر من اكس. طيب يعني اثنين اكبر من اكس. تزبط ايش اثنين؟ اكس. والواحد تزبط؟ ولا ايش بزبط؟ مجموعة خالية. مجموعة؟ طيب خلينا نشوف هذول. المجموعة الخالية اذا لو عندي ايه؟ هل المجموعة الخالية سابست ولا لا؟ هلا خلينا نقول هلا في عالم هذا كان اختراع اللي بدكم اياه. المجموعة الخالية كانت اختراع عظيم جدا من فهم الجروب. واجي بالاخر على فكرة الصفر بالارقام اجى اخر شيء برضه. هلا المجموعة الخالية ولكن بقولوا انها في لازم نقاش وجدل كبير بعلم الفلسفة على وجودها اصلا. يعني شو معناها؟ شو معناها المجموعة الخالية؟ مش ولا شيء. مش ولا عنصر. مش ولا شيء. مش ولا شيء. مش ولا شيء معناها؟ مش هل الامتي سي هي معناها نظيم؟ معناها نظيم؟ لا مش معناها نظيم. معناها مش مواجهة. أفضل إشي هي محفوظ بالأزرق. أفضل إشي إنك تشوفها ها؟ تشوفها زي سلي يعني زي زي الاسم مثلا شوف سلي فاضي معلم. أنا معناها هذه بيتك أنا بدي أسرع شوي ما أعرف لأنه مش إحنا مش مشكلة إحنا يعني في المحاضرة بسكت ما في بيتنا فأنا بس بركز على الجانب الرياضي بالمسائل ها بديش أخرج كثير عن الموضوع. هلا مجموعة الخالية انتبهوا مجموعة الخالية هي نفسها مجموعة جزئية مجموعة أي مجموعة من يعني من A واتحاد من A والمجموعة الخالية A وتقاطع مجموعة الخالية و A مجموعة خالية هاي نأخذها بعد شوي لبرودكت ها نأخذها بعد شوي ال A هل ممكن تكون سبست من سوري إذا كانت A سبست من المجموعة الخالية معناته A بتساوي المجموعة الخالية. طيب البارتيشن شو يعني البارتيشن؟ طيب نكملوا هذا الأسبوع الماضي.